مرحبا بكم مع زلفلا، وانا واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح، وان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم كامل بخير، ويكون نهاركم مهني وطيب بذكر الله والصلاه والسلام على رسول الله. زلفلا مرحبا سونا الله شنو، مرحبا سويدي دانا لي جدن، مرحبا سويدي لاني جدي لي فاز ولا غا وندنا عطاكم صحه سيسون ايتالي سيسون اي تافون ساعه ثاني ميرتن ون زابليك اطس اطس تحرين دقنا لم يخمن ند ما صافو يمكنني ما استافو خمنا دغا استفوا دغا دي غير مي دي لي كاش طوح مكدي يا انا كيما استفوا كخمنا صافي لا فيديو سي تخدم غير فهمي دو لا زعما وكلي دي نيغا استفوني زعما تقاي غوكوماني وزعما انا روتيني كي جي الفيزاج اللي نغاشو وانا اخوت دي نيغا صح صح كان دي فوا دي فوا كنا كي جيني تنكر زعما غي داس لون في خما الحاج فوق هذو مي وناش فهمتي دابا زعما طول 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 دوار كاين فوق هذو مي ونا دوار كاين فوق شبوفي وخاطر المهم ثورا اونتينا مازال قلنا قفلت اتوري مكلي شحال راه مشيت غير دقيت مازال تنا خاطر هنا سندي خدامين وغادي ندي خدامة خاطر سندي كي شغل جميت تجهد كي كورونا وكين شغل هنا قاند تدار تنسن زعما سان كورونا قاند تسالا الموجة ونص تضا الناس كنايا خير ديجا كنايا خير ما غدنا المهم خوتي كيما قلت لكم بالقبيلية هاد الفيديو راح يكون خفيف شحال من خطرة نلقى دي كومنتير وين يقولوا لي لم يا شغل ديري دينا روتين وقتاش ترتاحي شغل روتين ماشي فيه نشاط وتحفيز المهم والميناج مي بصح انايا كيما قلت لكم شغل زعما باش نوري باش ندير لكم روتين تاع الفيزاج انايا زعما حكا دي فوا دي فوا يكون عندي لونفي ونوض وزعما صقم شعري ولا ندير روتين الفيزاج تاعي دي فوا هكا من داك شغل تجيني لونفي على حسب خاطري هاد اليامات والله العظيم ما عنديش زعما خاطر هكا خاطر كبير باش ندير زعما نمشط شعري الله الله ولا المايكي ما عنديش هكا زعما لونفي بزاف المهم شوفوا حياتي حبيت نوري لكم البحيره تاعنا ولا الجاردن تاعنا كيفاش ولا روينه كبيره ما يبانش كاع جاردن المهم قلت لكم باللي لي ماسون اللي يخدم هنايا في دارنا ولاو على خاطر في لا بيريود هذيك وين كاينه بزاف كورونا حبسوا الخدمه على خاطر هما في الدشره تاعهم شغل في الدشره تاعهم كاين ديكات تاع كورونا صافي شغل ما حبوش يجيو قالوا لنا راح نكونفينيو هكاك خير بيان سور خير ليهم وخير لينا تانيك المهم شوفوا حياتي هنايا مازال الكالاج مازال ما كملوش الكالاج هاد الكالاج هذاك كما راه يبان لكم الجاج ما كاش هنايا بعناهم كامل في لابيريود هذيك وين كانت الحرائق هنايا في تيزي وزو على خاطر لقينا هنايا واحد ميت لقينا واحد الجاج هنايا ميت والله ظني بزاف بزاف شغل مات بالحمى ومات بالسخانه مات شغل والله العظيم كي لقيتو قريب بكيت شغل شوكيت شغل من الحراره هذيك من الحراره هذيك مات ومن بعد بعناهم كامل على خاطر ما نقدرش سيبورتي نشوفهم كي يموتوا واحد تلو الاخر ما نقدرش نسيبورتيو المهم دركا مازال راح نحيو هاد الكرياج على خاطر جانا بزاف هنايا يجيني بزاف هنايا ومن بعد بيان سور كي نكملو دارنا راح نسيو ونصقمو هاد الحالة شوفوا هنايا من الحرائق هاديكا هاد ولا جاف كيف هذا ولا جاف شوفوا كيفاش ولات الورد شوفوا خاوتي كيفاش ولات الورد شوفوا والله العظيم حاجة مؤلمة بزاف بزاف دركا تبقى هذا مازال راح نشوفو وين راح نديروه هنايا في الحوش تاعنا ومن بعد راح نسقمو البحيرة هادي هذا مكان بالنسبة للشجرة اللي غرسها بابا الله يرحمه شوف اخوتي كيفاش لحقت هادي كي نشوفها نتفكر ديريكت مو بابا سورتو كي يكون الريحة وتبدا تبوجي نتفكى ديريكت مو بابا والله العظيم هنايا مازال شويه الخضوريه
على خاطر هذه الجهه عندها شويه ظل، سي بور سا شغل، سي بور سا شغل شدوا شويه ارواحهم. فوالا اليوفيرا. بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي بلي هذه ماشي اليوفيرا، الوغ اشتوايكي صافي، اشتوايكي صافي ماشي اليوفيرا، كي تولي تاخذ اليوفيرا هكا. كما قلت لكم خوتي، بالنسبه للبنات اللي يقولوا لي بلي هذا ماشي اليوفيرا، وشنو هذا ايمالا؟ انا يا نشوفو اليوفيرا ومن بعد ما على باليش. شوفي كيفاش تحرق هذا كامل، شوف ها انا نشوفو اليوفيرا. عندنا بزاف صفات تاع اليوفيرا، عندنا هاد هذا، عندنا تانيك هذا، شوف اخوتي كيفاش الحوش تاعنا راه ملون تماما. جيت حدا يدي كان مزيان كيمشي يساهو كذا كيني، وش زعما نخدم زين وبجي جي هذه قيم ذاك يا جماعه سلكت الكالاجني يمكن يقسمت شفيا قسمت شفيا لا كرو ما قدرت ديبلاسي ديبلاسي الحوايج وي قد ديبلاسي تاع دي نوق ديبلاسي تاع دي كلش ديبلاسي نسعد انت جوار دقي في حدا شحال يشبع حدا وين كان بغيت كوم خازي كوم خازي سقما ماشي كوم دداس سقما ولي مسكين اليوفي هذا كي شحال يجهده ولي مسكين تالما شوجي غوم هذوك كوش جيا كيو فاهم انيس هذا هذا كي في حدايا الصبح الزيش نوجيه وسونا يغيج نوم دما خاطر وش ما انت سيت ما من تفرني انت نعم انا تسري حنا كنا كشطه دو ولاش ضا الحمد لله ربي لا يون الفيركني يسال حس فافيس يعني يا الصحة حسنة ديا وش حسنة ثيم قرانين ثيم قرانين مدي ساح كني ومن تدرت كمش سواديس ماشي تدرت كمز مدي نظرة جايفة كلي سواديس مام لو نتوحس بشوية هني ظن بوغ فيريانا كي مقرانين بيان سوا مهنا نساردو كلي فيريانا كي البنتور مهنا نساردو كلي نساردو نبيا ومن بعد نبوثن يوكل عندنا ويس نما تفاصو يعني كي وقت تعجبني اذا خطيت في حنان داخل تولد كل شهر داخل صورة تولد معي لا خش جاوا ما وجاش تولد كلش. المهم تفتحها يجهد مليح مليح دايما نحب جات النوي شو اكني مي هو مازن هو من جمد فون افار تولد حاجه شي بحال داخل شان ديال جمد ومن داخل دايما نحب جات النوي ادريس اخا من اخا كما قلت لكم خوتي هنايا اليوم صباح بكري نوضنا لحقتنا حتى اعالي الجبال باش نعمروا الماء صالح للشرب على خاطر ما عندناش ما عندناش تانيك مام الماء تاع مام الماء تاع الماء تاع الماء نورمال الماء تاع شطادو ما كاش ما بصح الحمد لله كاين خيار الناس فتحوا لنا البير تاعهم ورانا نعمرو فيهم يعطيه الصحة راح يدي حسنات كبيرة. ايماجينيو في لابيريود هادي وين ما كاش الماء الماء شغل قرب نولي الأرض قاحلة كما يقولو شغل ما كاش الماء ما يطلعوش فيها الماء الغاشي راهم يسيو يديرو البير مي بصح ما يطلعوش الماء فيهم الله غالب مي بصح هاد 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 الشخص ولا لا بيرسون هادي يعني خيار الناس خيار الناس ربي يعطيه الصحه ان شاء الله. قلت لكم راني عمرت في رانا عمرنا في البيادن هادوما بيان سو غسلناهم قبل غسلناهم بيان بيان باش عمرنا فيهم الماء. قلت لكم يعجبوني بزاف بزاف على خاطر شغل تلمو راهم شغل لاكولور تاعهم بيضاء راح تشوفوا كامل الماء للداخل الا كاين حاجه ماشي مليحه راح تشوفوها سي بور سا يعجبونا فيها شغل تشوفوا بلي الماء هذاك نقي بزاف بزاف. المهم هذا ما كان وراهم يطغلقوا بيان سور يطغلقوا بيان روعه هكا جبن جبنه ربعه مع زوج بيض صغار صفوره هذوك الصفوره جبنا زوج كيما هذوك مع ربع كيما هادو. ودرك يا خوتي راح نوليو للموضوع اللي هو المهم بزاف بزاف هكا حبيت نوريكم شويه البحيره تاعنا ونقصوا شويه بلا ما ندير زعما روتين
زعما محفز ولا فيه نشاط، على بالي بلي تحبوا بزاف روتينات كيما هادوك، مي دي فوا لازم نكاسيو لازم نكاسيو الروتينات. المهم بالنسبة للفيديو تاعنا هذا هو الموضوع اللي حبيت نهضر عليه، هو حبيت نوضح على الفيديو تاع البارح وين قلتوا لي بلي شغل يا لميا وين نديروا الفلفل هذاك كي درناه في الزيت. شوفوا خياتي انايا كيما شفتوا درتوه في البلاره تاع الدجاج، مي بصح انايا راح نديبلاسيه، ما راحش نديرو هكاك في البلاره تاع الدجاج، راح نجيب العلب هذوك، العلب هذوك تاع الحليب تاع جيجوز ولا تاع العلب تاع طوماط كونسونطري، راح نغسلهم بيان بيان سو، لازم تردوا بالكم سينو راح يجرحكم، راح نغسلهم بيان ومن بعد راح نديرهم للداخل هكاك بالزيت بالزيت تاع بالزيت هذاك الفلفل مع الزيت، ومن بعد راح نخبيه في الكونجيلاتور، فهمتوني لازم تخبيه في الكونجيلاتور، ومن بعد كي تلحق لا بيريود تاع الزيتون راح تنحيوه. كي ناخذ دناتي حدايا دعوده دعوده صغيره تشد الدنيا ناخذ بلي شغل يفش فيني خدمة تيد سلاخ تبلارين وجداج هانتا سي فو خطرا إجا قما جيت بلارين وجداج تخمى إلا قد تخمى سوا سوا غثارا غثارا كفوش ويكوز غثارا كفوش طوماطيش بيان سوا تسير دروك بيان سوا تقفوش طوماطيش بلي جيت تسير نسبي معنا حدا مثل فاش نكون تخطر تشليح أنا عاد تكون تشلح أنا أي تشمتو كذا ومن بعد التارم تاع داخل أو كونجيلاتور لكن عاد تجمع مثل ساخن الكونجيلاتور يوكل ما غير بضد جوان وزمو حيت كشم في الدير اي كي كان يلا فيديوهات حدا يبوسكيني دو تفصو ان شاء الله تجفون خمها وند كان كي ذا خفيفان كان اكي دي فوا الى قش طحو خفيفان كي ودنا كي ندم كاسي لي روتين خلا 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 اكي نكون تدناتي حدا ان شاء الله حسفه معاكم تيد بيان افلا فيديو نقدر لي سمح مثيه كانت تفهم غير بيان تنعاود غاز السكيني ان شاء الله تفهمت ان شاء الله ثاني وجن يشفت في نية تولي ميم لا فيديو يجيني يو كنا تفهم اشو اما لخيتي هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم ان شاء الله عجبكم وان شاء الله تانيك وضحت بيان الفيديو تاع البارح، سمحوني بزاف على خاطر ما وضحتش بيان ما قلت لكمش وين راح تخبيو، ان شاء الله اللي شافت الفيديو تاع البارح راح تشوف تانيك هذا الفيديو باش تفهم بيان. اما لخيتي الى هنا لحقنا لافان تاع لا فيديو، الى فيديو اخر ان شاء الله ما تنساونيش باللايك لدعم القناة وتاني كومونتير ويتابونا دي مازال مشترك شوية يضغط على زر الجرس ليصله كل جديد. هي تحلي تجيحكم ذي لهنا ذي لهنا للتلويث على فيديونا ان شاء الله جمتين لايك ممكن تاني لاشيني وذا انت تساعد لا فيديوني اكومونتير اذي ابوني ولي مازالوا يابوني هذا يكتيفي لايك لوش لانت ممكن تصوضوك جديد الى نفلاشيني وهي باي باي مع السلامة.